والله طبعا راحة. وش ذا؟ هذا يجي فوق الحلبة وش؟ دواء. وش اسمه؟ دواء دواء. وش الدواء ذي؟ جاي. وشو؟ الحين طلعني من الأجواء. كيف؟ شكرا يا حبيبي. كريم يقول تبغى شيء زيادة. جزا الله خير. بيض الله وجهه. وليش تطلعك؟ ما سويت شيء. أقول له مين يطلعني من الأجواء يعني؟ بالأخير ما راح تبتب في المكان. ما أنت براقد أنت. أرقد ليه؟ عشان تصحى. أنتم بالقصيم. نعم صحيح بالقصيم صراحة والله اني فتحت بث ما علمت احد الله يستر من المشاكل اللي بتجي هذا المكان ده وين فيه؟ عنيزة في عنيزة وش تراني انا؟ دخل مع نايف نبي جو تبون تبي قصات ولا جو بس؟ اقول خلنا على الجو احسن يقول نبي جو ما يبي قصات. صار في قصات على الجو الزين. قهر. يا اخي اقسم بالله انا يبغى. شو اسمه؟ ليش يصيح طيب؟ وش السبب؟ الصياح هذا وش يبي بالضبط؟ اقسم بالله يبغى. يصيح ما عنده شيء. والله ما له الا من يدخلها على الحصان هناك يعرف شهلين يعيف الصياح هذا صدقني نصيحك اكثر منه انا نصيح في جوله هو يمكن يلعب جاكو ما ادري والله صدق هذه نوع ثاني كيف نوع ثاني؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر. من اللي فاز على دحام؟ كيف يعني؟ عمرك 26 لا. والله هذا حبيب المدري عنه. كيف؟ أنت الحين تنبسط إذا شرقت الشمس خلاص تنبسط تروح تمشى؟ يلا مشانا مشي قلاص نبي نمشي الحين وأنا ها؟ كمل اللفة يعني؟ إي حاتي كملهم معنا خليهم يشوفوني يستانسون من متى فاتح؟ والله يا ربعي انت فاتح قبل شوي ما لي اي هذا هذا هاي شوف هذا هو لا قستات ما ندخل دقيقة بس خلني اقلب ترى بنمشي كذا على سيارتي كذا بعدين فما الله وصلنا السيارة خلني بس بروح اشوف اللي يصيح هذا لا يكون فيه اصابة ولا شيء نشوف اللي يصيح هذا بالله راح اشوفها بالله دقيقة تكفى خليني راح اشوفها بس بشوف اللي يصيح الله شوف الحمامة تاكل لا لا منزلة تحت الماء واليسار اصلا بمشي منها زين منها مشكلة ما نقدر هذا خريع هذا نايف
إيه على طول بث واقعي. هذا غنم يا الله. هذاني ذكرتني بذاني نايف ثامر قسم بالله. نايف هذانيك هلا والله. هذا شوف هذا سلطان ثقل معصب هذا شفتوا كيف. مرحبا هلا وسهلا. اسف يا ابو. والله انك تصلح مندي صراحه. الحين زين الصوت. الغنم للبيع يا ابن حلال. المزرعة مهي بلي. الغنم للبيع. أنا صراحة أموت عند طريقة هذه. دقيقة بس خلهم يروحون. دقيقة بس. الله شفتوا. لا صح هذا وجهي. هذا قوي ودي اجلس واحط رجلي وبعدها اهوقس بس عجزان منه. تعال شو ذا وش ادور؟ اسبح عادي. ودي اسبح بس ادري ما يطلقون. ايه السلام عليكم. كبره كبره. الله ما كبره. بيض الله وجهك يا عزيزة. بغيت انكسر. ليه؟ خلاص صورت سناب والحين افطرنا اقفل. وش بعد؟ بنمشي عاد الحين. خلاص بنمشي. ليه توني دخلت؟ خلاص طلعنا والامور انتهت و... اهم شيء انكم ما افطرتوا معنا وشفتوا وتمشيتوا. خلاص الحين بس ابشر ابشر. سنابات اليوم ابشر بالسعد. من الحين بيه فعالياتنا امس. ابشروا بسعد. خلينا لين اصل اللي تبونه ابشروا بس خلينا لين اصل. وش سيارتك بتشتري؟ يلا ودعناكم الله.